ترأس نائب جلالة الملك الأمير الحسين بن عبد الله الثاني اجتماعا في شركة تطوير العقبة واستمع إلى إيجاز قدمه الرئيس التنفيذي للشركة حسين الصفدي حول مسارات الشحن الجديدة والتي استهدفت منذ إطلاقها مطلع العام الحالي الأسواق الأمريكية. وكشف الصفدي عن إعداد دراسة لتقييم مخاطر الموانئ ومنطقة الصناعات جنوب العقبة وإنشاء مركز العقبة الرقمي كأول مسار ألياف ضوئية بحري بديل يربط قارتي آسيا وأوروبا، كما كشف عن توجه لإطلاق ممر العقبة لتكنولوجيا الأغذية الزراعية غرب مطار الملك الحسين الدولي على مساحة 7000 دنم. ومركز العقبة الإعلامي يشتمل على مرافق للإنتاج المرئي والمسموع ومعهد للتدريب المهني لتلبية احتياجات السوقين المحلية والدولية.